النهارده اتصلت بيا وزاره التضامن وبلغوني خبر، يعني انا عمري ما حلمت بيه خالص، ان انا اتكرمت على مستوى القاهره ومن القوات المسلحه الام المثاليه على محافظه القاهره، الام المثاليه الاولى على محافظه القاهره. احساس طبعا انا مش قادره اوصف احساس نهائي، انا كل احساسي كان دموع، ان انا يعني سبحان الله وربنا زي ما يكون بيطبطب عليا في مناسبه حلوه جدا، مناسبه ان هو تكريم الام في عيد الام. انا كنت بتمنى من ربنا بس ان انا ان وليدي يجي لي في منامي ويقول لي كل سنه وانت طيبه يا امي. النهارده لقيت الدنيا كلها بتقول لي كل سنه وانت طيبه، اتكرمت الام المثاليه على مستوى القوات المسلحه والام المثاليه الاولى على مستوى القوات المسلحه فعلى محافظه القاهره. فالحمد لله، يعني شعور مش قادره اوصفه نهائي. انا زي ما يكون وليد جه وحضني النهارده وبيقول لي مبروك يا امي، انت كسبت الام المثاليه. الحمد لله. انا السيد عبد السميع ابو الشهيد وليد السيد عبد السميع وزوج الحاجه نبيله شحاته. عايز اقول في الاول بس ان امنا الكبيره عرفت تربي اربع بنات وابنها محمد واحمد الله يرحمه كان في القوات المسلحه برضك، وهي اللي وصلت الابناء اللي هم فيه النهارده. انا بالنسبه لي الحاجه نبيله او زوجتي ديت انا مش قادر اوفيها حقها، لان هي من صغرها تعبت وكانت بتشقى معايا وايديها بايدي، مفيش لحظه سابتني فيها الا ما كانت معايا، يعني كنت بعتبرها راجل زيي. وصلت ابنائها للطريقه دي، عملت عمل عظيم. ايه العظيم اللي فيه؟ ان انشات محمد او الشهيد وليد كمان خليته راجل، راجل بمعنى الكلمه، راجل ما بيخافش، راجل يعتمد على نفسه. دي عن طريق الحاج، عن طريق والدته. والدته اللي كانت ما كانتش بتنام، كان ليل مع نهار بتسهر عليهم، بتسهر على مذاكرتهم، بتضحي علشانهم، ما فيش واحد كان بيطلب طلب وتقول له لا. فدي شيء عظيم جدا في الدنيا، وده اللي مخليني ان انا متمسك بيها، متمسك بتربيتها واخلاقها وكفاحها معايا. عمرها ما قصرت معايا في لحظه، عمرها ما قصرت معايا في لحظه. واكتر من كلمه، لو في كلمه اكتر من كلمه الحب انا كنت اديتها لها، وانا بقول لها النهارده الف الف مبروك البطل، وانت ام البطل اللي خلى دي مكانتك وخلى ورفعك وجالك وقال لك كل سنه طيبه. دي تربيه ام، تربيه ام، تربيه الحاجه نبيله لابنها الشهيد وليد، مكافحه، مدرسه، ربت اجيال على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، معروفه بادبها، ومفيش حد بينسى جميلها مع اي طالب. هي وقفت جنبه وساعدته زي ما عملت مع اولادها، مفيش اي حاجه قصرت فيها، وهي تستاهل المكانه دي بتاعتها النهارده. وانا بقول لها من كل قلبي انت تستاهلي اكتر من كده كمان، ومهما اتعمل ليكي هتفضلي ان انت يعني تاخدي اكتر واكتر واكتر للي انت قدمتيه للبلد. وليد تربيه عاليه من تربيه ام عظيمه جدا، لان الرجاله عامه، انا بتكلم عن الرجال بيشتغلوا ضعاف شويه في البيت سايبين المسؤوليه للام، لا الام نجحت، بدليل النهارده ان ابنها شهيد، شهيد وطن، شهيد بلد، شهيد علشان احنا نعيش. هي دي الحاجه نبيله اللي قدمته، قدمت ضناها فلذت كبدها، وما فيش خساره للوطن، الوطن غالي علينا، واحنا من غير وطن مفيش اي حاجه، ملناش اي قيمه في اي مكان. فهي قدمت ابنها للوطن، للوطن. فالنهارده الوطن بيديها جزء من حقها وبيرد لها شيء، انا هقول ان هو شيء عظيم، شيء عظيم ليها جدا جدا، ان هو يوصلها للمكانه ديت وتاخد ام المثاليه على مستوى القوات المسلحه كلها على مستوى المحافظه. انا سعيد وفرحان بكل اللي اتصل بينا النهارده، وانا يعني انت يعني عايز اقول ان انا لو قدمت روحي فداها والله العظيم قليل عليها، والله قليل على الحاجه نبيله، بحلف بالله قليل عليها، قليل عليها جامد جامد. فهي تستاهل اكتر من كده.